لأنها حلقة مهمة في الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال المناولة. لذا أولت الدولة أهمية كبرى للمؤسسات المصغرة ودعمها عبر آلية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية نسدا بصيغتها الجديدة. التكوين محور أساسي لحاملي المشاريع من أجل إكسابهم مهارات الريادة استعداداً لولوجهم عالم المقاولاتية من خلال التوجيه والتأطير. بعتوني لهنا لنسدا باش ندي بوكو بلوس ديدي على كيفاش نبدا مشروع يكون ناجح. في هذه الدورة تعلمنا بالإجمال على المقاولاتية كيفية إنشاء مشروع، من تسمية المشروع حتى إنشاء المشروع. إحنا عندنا المادة الرابعة هي الإنشاء القانوني للمؤسسة، والمواد الأخرين ما يقلوا أهمية عن الموضوع تاعنا اللي هي أساسات المقاول وكيفاش يخدم البيزنس بلان تاعو، نشوفوا دراسة تقنية اقتصادية وما نديروا له محاكاة للواقع. من خلال هذا كامل إن شاء الله التكوين هذا المكثف نخرج إن شاء الله برجل اقتصادي مستقبلي إن شاء الله. هذه الدورة التكوينية المتوجة بشهادات تمكن حاملي الأفكار من الحصول على دعم ومرافقة الدولة لتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. كملنا المرحلة هذه تاع التكوين، دوكا جينا باش نستلموا الشهادات وان شاء الله نكملوا المسار ونتوجهوا الناس دا. دخلنا حنايا لهاد لا فورماسيون باش ان شاء الله نديو التمويل باش نكبروا، وهذا كل يكون المساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي. الوكالة تاعنا راهي في اطار توجهاتها الجديدة وضعت استراتيجية جديدة. الاستراتيجية هذه مبنية على ثلاث محاور أساسية: تفعيل فضاء مقاولاتي يسمح بخلق وتطوير مؤسسة مصغرة فعالة، تحسين القدرات حاملي المشاريع من خلال مراكز التطوير المقاولاتية، تعزيز القدرات الداخلية للوكالة. استراتيجية جديدة اعتمدتها الدولة، قوامها ليس دعم شباب أصحاب الأفكار وتوفير مناصب عمل فحسب، بل تعدته إلى استحداث الثروة عبر مؤسسات مصغرة ركيزة النسيج الاقتصادي مع تكوين أصحابها لضمان استمراريتها في السوق الوطنية.